ضيفنا اليوم استطاع فك شفرة النفس البشرية والتعرف على دهاليزها، وله السبق كونه أول من أسس عيادة إلكترونية طبية ونفسية في العالم العربي. والحديث أكثر حول الموضوع نرحب معنا بالدكتور فهد المنصور الاستشاري النفسي. صباحك الله بالخير. صباح الخير لك ولكل المشاهدين في الكويت العزيزة. حياك الله. أول شيء دكتور، خلينا نتكلم شو اللي خلاك يعني تندفع إلى إنشاء أول عيادة إلكترونية نفسية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الفكرة حديث يعني تقريبا وصلت مع من تقريبا 8 سنوات أو 9 سنوات في عام 2009. جت فكرة أنه في هناك من يتحرج من الذهاب إلى العيادة النفسية، صح، ويجد أنه في ذهاب العيادة النفسية يجد حواجز كثيرة، سواء من أهله أو حتى من المجتمع أو حتى في قرارة نفسه أن يذهب إلى طبيب نفسي، فيوصم بأمراض الجنون، ومن يذهب إلى الطبيب النفسي عادة يعتقد أن هناك مشكلة نفسية. فوجدت هذه الفكرة هذه مع الثورة المعلوماتية في الإنترنت في هذاك الوقت، ف جت فكرة أنه إنشاء عيادة إلكترونية يسهل الوصول إلى الطبيب النفسي في مجرد استشارة بخصوصية تامة عبر الشبكة العنكبوتية. فبدأت الفكرة بسيطة حقيقة، لكنه بدأت مع الوقت تلقى انتشار كبير. أصبح الاستشارات أصبحت أكثر مما حتى قدرتي على الإجابة عليها بشكل يومي، فأصبحت أخصص لها عدة أيام، 3 أيام في الأسبوع. حاليا الآن يعني متابع العيادة تقريبا حدود 50,000 متابع، في طبعا ينتشرون في أرجاء الوطن العربي الكبير وأيضا حتى في المهجر، بلاد المهجر. أصبح الوصول للطبيب أسهل من السابق في هذا المجال. بالمناسبة ليست دعاية لهذه العيادة، ولكنها عيادة مجانية تقدم الاستشارة والإرشاد وأيضا الطرق العلاجية بطريقة مجانية ميسرة للناس، حتى يعني نساعد. والإنسان بطبيعته كأطباء دائما أو كعلماء دائما يكون هناك زكاة للعلم. الإنسان يضحي بجزء من وقته لخدمة مجتمعه وخدمة الآخرين حتى يستطيعوا الاستفادة. أيضا من خلال هذه العيادة ليست فقط مخصصة للتواصل المباشر مع الناس، بقدر ما هي أيضا تعطي رسائل كمقالات طبية نفسية، وأيضا هناك مقالات من ضمن باب المقالات هناك طرق سلوكية للتخلص من بعض المشاكل النفسية كالرهاب والوسواس والاكتئاب وغيره من الأمراض النفسية التي يعني تمر يعني تمر في حياة الإنسان أحيانا، وكيف أيضا يستطيع الإنسان يتكيف مع مشاكل حياته. جميعنا كبشر نواجه كثير من الضغوطات والمشاكل، هناك من يتكيف معها بشكل فطري سلس، صحيح، وتنتهي هذه المشكلة بسهولة، والآخر لا، يجد صعوبة أكبر. أكيد. وبعضهم أصلا يتوقف مكانه ولا يستطيع تجاوز هذه المشكلة. دكتورنا، أنت من البلد الشقيق المملكة العربية السعودية، الحين يعني بس أنت مخصص حق أهل السعودية، ولا يقدرون حتى دول الخليج الوطن العربي يقدر يتواصل وياك وتحل مشكلته في الانترنت؟ هذه فكرة العيادة الإلكترونية كسرت حاجز الإقليمية، كسرت حاجز الإنسان أنه يعني فقط يخدم مدينته أو منطقة الذي يعيش فيها. هذه من كثير من مراجعي هذه العيادة، نسميها مراجعي العيادة، من خارج الوطن العربي أيضا. حلو. من أوروبا ومن أمريكا ومن كندا، لكنهم عرب مقيمين في هذه البلاد، يجدون صعوبة في مثلا الذهاب إلى طبيب نفسي أجنبي، يريدون طبيب نفسي عربي يفهم طبيعة تفكيرهم، صحيح، طريقة يعني حتى في مشاكلهم الأسرية أو حتى مشاكلهم مع أولادهم، يقدم خدمة مختلفة. فهذا الأمر لا، لكنه على حتى على سبيل العيادة الطبية العادية المعتادة في عيادة النفسية، في عيادة عفوا الطبية الموجودة في الرياض، هناك كثير من أهل الكويت يراجعون هناك، من أهل الخليج ككل. أيضا هناك مثلا التواصل عبر الهاتفي أيضا، وهذه وسيلة أيضا نسهل عليها على الإخوة الوصول للطبيب بسهولة، أنه ممكن تحجز موعد هاتفي مع طبيبك. صحيح ليس بنفس جودة مقابلة المراجع وجها لوجه، لكنه يقدم خدمة معقولة إلى حد ما إذا كان في صعوبة. أيضا من خلال ذكرت أنه مثلا يكون عملي محصور في الرياض، ليس كذلك. أحيانا
أقدم عيادات في المنطقة الشرقية من المملكة، في بعض دول الخليج ومن ضمنها الكويت، وأنا الآن حضوري لدولة الكويت الشقيقة من أجل تقديم دورة في كيفية التخلص من المخاوف، سأقدمها إن شاء الله مساء هذا اليوم عند الخامسة مساء بالتعاون مع مركز كيوب للاستشارات، وأيضا أقدم غدا صباحا إن شاء الله بعض يعني هناك عيادة مخصصة للعلاج من أراد العلاج في مسألة الاستشارة النفسية. إنزين دكتور، أنت قلت لي في مشاكل تحتاج أن وجها لوجه، لأن يعني أحس أن الأونلاين يكون مشكلة صغيرة، بس في أمور تحتاج أن يكون وجها لوجه. شنو الحل الحين يعني عقب ما أنت تشوف المريض أو الشخص اللي يبي عنده مشكلة نفسية فيكلمك وهذا، بس أنت تحتاج أنك تقعد معه؟ الخطوة القادمة بإذن الله لتفعيل هذه العيادة بشكل أفضل هي يعني الاستفادة من التقنية، والاستفادة من التقنية عن طريق استخدام بعض التقنيات مثل سكايبي مثلا أو التواصل المباشر تشاتنج اللي هو مرئي، يكون ليس فقط محادثة صوتية ولكن أيضا محادثة صوتية مع صورة للشخص، ويكون هناك تفاعل أفضل. ما يعيقني طبعا في تقديم هذه الخدمة هي مسألة الوقت، لأنه شخص واحد مهما قدم من الصعوبة بمكان أن يقدم الخدمة هذه لخمسين ألف أو مئة ألف أو غيره بجهد واحد ومع مسؤولياته الأخرى. أنا بالمناسبة أعمل كمدير طبي في أحد المستشفيات، وأيضا لعيادة مسائية، وأيضا هناك نشاطات كثيرة بالتدريب، ويعني نمارس هذا العمل كعمل يعني اختياري. الطريقة هذه وردت حقيقة لنا، لكنه نحتاج إلى كثير من التجهيزات نهيب بمؤسسات المجتمع المدنية سواء في الكويت أو حتى في السعودية وفي أي مكان من يحب أن يقدم هذه ويخدم هذه الفئة العزيزة علينا من يحتاج إلى العيادة النفسية، أن يقدم لنا المساعدة في مسألة التقنيات أو مسألة المساعدة في آخرين، يعني مثل غير الدكتور فهد هناك كثير من الأخصائيين والأطباء ممكن يقدموا هذه الخدمة، ونقوم بشكل مؤسسي، نعمل بشكل مؤسسي وليس بشكل فردي، فتكون الخدمة أفضل وتكون الخدمة تصل إلى عدد أكبر. دكتور أنت تعالجهم مرئي وصوتي ولا بس صوتي أو بس كتابة؟ حاليا في المرحلة الحالية في العيادة الإلكترونية فقط عبارة عن طريق التواصل الكتابي، اللي هو التواصل الكتابي بالتشاتنج أو ما يسمى التواصل. لكن المرحلة القادمة اللي فكرت فيها من حقيقة من أكثر من سنة ولم ترى النور إلى الآن بفعل نقص القدرات الفنية، لأنه صعب بكل صعوبة أن تقدم هذه الخدمة إلا أن تكون مدعوم من جهة معينة، وتكلم عن جهة خيرية مثلا، جهة مجتمعية، حتى مثلا مؤسسة يعني عفوا البنوك، الشركات بشكل عام هناك لها نشاطات في الخدمات المجتمعية، فربما يكون تجد إن شاء الله بإذن الله يعني الصدى عند هؤلاء وتقدم أحد هذه الشركات الدعم الكامل ل يعني خلينا نقول فريق متكامل يقدم هذه الخدمة للناس، وليس فقط شخص علشان واحد. علشان تكون أونلاين وتكون مع الصورة والصورة. تكون بالضبط أونلاين هي عن طريق سكايبي أو أي برامج المرئية، تقدم هذه الخدمة لكل طالبيها في كل مكان في العالم بطريقة ميسرة وبطريقة أيضا مجانية، وتستمر في المجانية حتى تكون لها خدمة للآخرين. إنزين الناس تشوف إن قاعد يفضلون الأونلاين؟ الناس كثير يرغبون بخدمتهم في منازلهم في كل الخدمات الطبية وغير الطبية، لكن في الخدمات النفسية أعتقد يرغبون أكثر، لأنه هناك حرج في الذهاب إلى العيادة النفسية، لا زالت هناك الوصمة، وصمة الخجل من الذهاب إلى العيادة النفسية. فهذه الخدمة إذا كانت مرئية أو حتى عن طريق التواصل الكتابي أو حتى التواصل الهاتفي هي تقدم هذه الخدمة بطريقة أفضل وأسهل وأيسر على المراجعين. ولكن في نفس الوقت هناك بعض الفئات مثلا البنات أو النساء مثلا بشكل عام يجدن رفضا كبيرا من أهلهم أنهم يذهبون بهم إلى العيادة النفسية، فدائما يسقطون على أشياء أخرى، هذا عينها وهذا سحر أو هذا أمر آخر، لكنه الذهاب إلى العيادة النفسية بما يتخزن في مفهوم كثير من الناس أنه الأدوية النفسية أدوية مدمنة، الأدوية النفسية أدوية ضارة، فهذا المخزون الثقافي القديم أثر على حضور الناس للعيادة النفسية. هل تشخيص صعب بالأونلاين ولا أنا أحس أنه لما يكون هو قدامك يكون أسهل من كتابة، صح ولا لا؟ بكل تأكيد يفقد الطبيب أو الممارس الصحي يفقد الكثير من المهارات في التقييم والتشخيص عندما يكون هناك في حاجز بالتواصل سواء كتابة، ويقل ذلك هاتفيا ويقل أيضا مرئيا،
ولكن هو دائما الأفضل هو الحضور إلى العيادة حتى هذا الطبيب يستطيع أن يشخص أو أن يقرأ ملامح وجهك وأنت تتكلم، يحس بإحساسك وأنت تتكلم، فبالتالي هذه الطريقة المثالية. لكن دائما إذا لم نستطع تقديم الطريقة المثالية فلا يمنع من تقديم المشورة، تقديم الرأي، لأنه أحيانا من يطلب الخدمة لا يعرف أنه إن ما به هو مرض نفسي أو مشكلة نفسية، يعتقد شيء آخر، فلما يسمع من متخصص هذه الكلمات يبدأ ينتبه لهذا الأمر، فيحتاج إذا كان الأمر يحتاج إلى توجيه وإرشاد سنقدمه مباشرة في العيادة الإلكترونية، ولكن إذا كان الأمر يتطلب إلى أكثر من ذلك سواء علاج دوائي أو غيره صح. فلا بد أن نرشده إلى أقرب عيادة نفسية لديه في مدينته. عالجت ناس عن طريق الأونلاين فقط يعني بدون زيارة؟ نعم تم، مثل ما ذكرت لك هناك 50,000 متابع مدى 8 سنوات و9 سنة من 2009 إلى اليوم، هم تقريبا 50,000 عربي استخدم أو استفاد من هذه العيادة بالاستشارة والإرشاد، فهذه الخدمة أكيد أنها قدمت، لكنها مهما قدمنا نعتقد أنه جهد المقل، يعني لا بد أن يزداد هذا الأمر بخدمة، وأيضا أن تكون هناك مؤسسات أخرى وليس فقط أشخاص متخصصين، يعني اجتهاد أو حماس في فترة معينة قدم هذه الفكرة، أو تكون عيادة كاملة وفيها كذا دكتور ويصير كلهم عن طريق الأونلاين. بالضبط. هل تشوف أن المشاكل النفسية زادت أم قلت خاصة في خلينا نقول الخليج العربي؟ ليس لدينا دراسات يعني إحصائية في الماضي وفي الحاضر، لكنه أنا أعتقد أنه زادت زيارات العيادة النفسية، هل هو بسبب زيادة المشاكل النفسية أم بسبب زيادة الوعي أن هناك مشاكل نفسية فبالتالي أصبح الناس تذهب إلى العيادة؟ في السابق كثير من الناس من لديهم أمراض نفسية يشعر بالخجل، لا يستطيع الذهاب إلى العيادة النفسية، أو ليس لديه الثقافة أن ما به هو مرض نفسي، إنسان مثلا يخاف أو يرتبك أو يتلعثم في الكلام أمام الآخرين، ما يعتقد أنه هذا ولا مرض بسيط اسمه مرض الرهاب الاجتماعي وهذا المرض له علاج. إنسان مكتئب حزين يقول والله أنه مثلا مقصر في حق ربه أو مقصر في حق والدينا، هذه دعوة من شخص، هذا يعني يسقط كثير على أشياء أخرى، لكن لا يعرف أنه لديه مرض اسمه مرض الاكتئاب والقلق كذلك وغيره كثير من الأمراض النفسية. هل تشوف أن المشاكل النفسية محصورة بس فقط للشباب ولا شباب وكبار ولا نعم نعرف ولا الفئة النسائية؟ المشاكل النفسية تبدأ من الطفولة، هناك أمراض معينة للطفولة كأمراض التوحد، أمراض فرط الحركة وتشتت الانتباه، طفل عناد الأطفال، المشاكل الدراسية، الرفض المدرسي، القلق والتوتر، الاكتئاب، كلها تحدث في أمراض في عمر المرحلة العمرية للأطفال. بعد ذلك أيضا في مرحلة الشباب كثير من الأمراض ممكن تحدث، اضطرابات الوجدانية، اضطراب ثنائي القطب، أمراض لا قدر الله مرض الفصام، أمراض الضلالية، الاكتئاب والوساوس وغيرها. أيضا كبار السن لهم نفس الأمراض بإضافة أمراض ما تسمى أمراض الذاكرة، المعروف عند جميع الناس الزهايمر مثلا هو واحد من أمراض الخرف، والأمراض ومرض الخرف له أنواع متعددة وليس الزهايمر لوحده، هناك كثير من أنواع الخرف وما تسمى بأمراض الخرف، أمراض الذاكرة. أيضا طريقة تعبير الطفل أو طريقة تعبير كبير السن عن المرض يختلف من بطريقة تعبيره، تجد الطفل مثلا دائما يتشكى من آلام جسدية، لا يقول لك والله أنا مكتئب أنا حزين، لكنه يبدأ يبكي مثلا، يبدأ يكون عصبي سريع الانفعال. كبير السن يبدأ يتشكى بآلام جسدية، أنا والله بطني وجعني، أنا والله كتفي وجعني، وهو فعلا يشكي من أمر آخر مرض نفسي، لا يستطيع الكبير السن أن يصرح أنه والله أنا مريض، أنا عندي اكتئاب، أنا عندي قلق وهكذا، لكن لابد أن ينتبه الأولاد لكبار السن، لابد ينتبه أيضا الوالدين لأيضا أطفالهم عند ملاحظة أمر غريب أو أمر مثلا بدأ الطفل يخجل من الذهاب، لا يتكلم مع الآخرين، يرفض الذهاب للمناسبات الاجتماعية، فلننتبه في هذه المرحلة حتى لا يتجاوزها إلى مرحلة المرض، ونبدأ في عمر مبكرة بعمل تدريبات ذهنية ما تسمى التدريبات السلوكية حتى يتخلص من هذا الخوف في مقتبل العمر ولا يعني يكبر مع هذا المرض. دكتور الحين عندنا يعني أنت قلت في طاري الاكتئاب وكثير، هل الأمراض الاكتئاب كثيرة عندنا في يعني بين الأشخاص وبين هو مرض الاكتئاب من الأمراض المنتشرة من الأمراض الموجودة، لكن كلمة اكتئاب الناس تختلط على الناس، يعتقد بعض الناس يقول والله كل الناس طيب مكتئبة، صحيح كل إنسان يمر في عوارض معينة من الملل من الضجر
من الضيق أحيانا، لكنه هذا ليس مرض الاكتئاب، هذا أمر عابر يحدث لأي إنسان. أحيانا تحدث أحيانا عند الإنسان خسائر معينة، سواء خسائر فقد عزيز، فقد علاقة، فقد مثلا مادي معين، خسارة في العمل أو غيره، أو أحد أزعجه، فهذا هذا الحزن الطبيعي الذي يمر على الإنسان. لا نعتقد أنه هذا مرض الاكتئاب. أصلا الإنسان إذا لم يحزن على فقد عزيز عليه فهنا مشكلة ربما تكون، لكنه أحيانا تكون أمر أعراض الاكتئاب أعراض مخلوق خليط ما بين عدة أعراض، منها ضيق في الصدر شديد يكون مستمر، يكون أغلب الوقت لمدة طويلة لا تقل عن أسبوعين، وأيضا ترافقها عدم استمتاع بمباهج الحياة. الإنسان تجده مثلا يستمتع في مثلا خروجه أمام يعني مع أصحابه، مثلا المرأة مثلا تنبسط وهي تسوي الشوبينج أو أعمال التسوق، تنبسط وهي تزور أو تحضر مناسبات عائلية أو مناسبة زواج، تجدها فجأة بدأت هذه الأشياء تقل إحساسها بلذتها، فهذا أيضا من أعراض القلق. يقل الإنسان تركيزه، يبدأ ينسى أشياء بديهية، يبدأ تقل ثقته بنفسه وتهتز ثقته بنفسه، النوم يبدأ يضطرب، تجد له صعوبة في الدخول في النوم، أو عنده صعوبة في أو نوم غير مشبع، شهية الأكل تزداد أو تنقص بشكل غريب ومختلف، يرغب العزلة، سريع الانفعال، سريع التوتر. هذا الحل هنا، الحل عند حدوث المشكلة لابد أن نبدأ بفهم المشكلة أولا أو تشخيص المشكلة، لأن الخطوة الأولى في العلاج هي التشخيص الصحيح. عند الذهاب إلى طبيب نفسي متخصص يحدث في الخطوة الأولى وفي الجلسة الأولى هي معرفة التفاصيل كاملة، هل هذا اكتئاب أم هو اضطراب آخر، اضطراب عدم التكيف، هذا الإنسان حدث له أمر معين، مشاكل زوجية نفترض، مشكلة مع رئيسه في العمل، فحدث عنده أعراض اكتئابية مثل ما ذكرت لك الآن. فمعرفة السبب، لأنه عندما تكون هناك مشكلة زوجية عند هذه الزوجة أو عند هذا الزوج ونعالجه عن اكتئاب، لن يتحسن بالغالب، يتحسن قليلا لكن لن يتشافى، لأنه المشكلة الأساسية هي ظاهرة ومستمرة في حياته. يعني ما يقدر الشخص القلق أو خلينا نقول المكتئب أو مثلا فقد وظيفة أو هذا يحول هذا إلى نجاح، صح ولا لا؟ نعم، أحيانا طبعا طريقة التكيف، وذكرت لك أنه ليس بالضرورة أن تكون طريقة تكيفنا مع ضغوطنا هي طريقة سلبية، هناك العديد من الناس ما شاء الله الناجحين من يقلب هذا الضغط إلى عامل إيجابي، يبدأ يضغط على نفسه حتى يحقق أفضل، يصل إلى أحسن المناصب وأحسن الدرجات. ما أدري شو أقول لك دكتور، بس كل الشكر لك صراحة، استمتعنا وياك، ومن أحسن العيادة صراحة أن تكون أونلاين، وسهلت على كثير ناس صراحة، يعني أنه يكون عنده مشكلة تقدر أنه يقدر يتواصل وياك ويكلمك عن طريق الأونلاين بدل ما يحضر، لأن في ناس تدري تكون خجولة أو ما ودها تروح إلى دكتور، فتقول أحسن أونلاين، ما حد يدري عني، أكلمه ويشخص حالتي. كل الشكر لك، ومحاضرتك اليوم الساعة 5 صح؟ إن شاء الله عندي دورة اليوم عن التخلص عن المخاوف، الساعة 5 اليوم في الكويت، لأهل الكويت، أتشرف بحضور الجميع إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك دكتور فهد المنصور، استشاري نفسي ومؤسس أول عيادة إلكترونية نفسية، كل الشكر لك ويعطيك العافية. شكرا لكم.